أهلا وسهلا بكم. أنا اسمي الدكتورة وسيلة طه، أنا استشاري بطنة أوعية دموية. هو ده طبعا تخصص نادر شوية، يعني الواحد بيتكلم أكتر عن جراحة الأوعية الدموية، بس الحقيقة إحنا بنعمل الناحية الباطنية من الأوعية الدموية. أنا حابة أكلمكم النهاردة عن موضوع دوالي الساقين. خلينا نعرف الأول يعني إيه دوالي الساقين. دوالي الساقين هو بيبقى تمدد في الوريد نفسه، بينتج عنه أنه الوريد نفسه ما بيشتغلش كويس، بيبقى فيه صمامات فيها ارتجاع، وكل الكلام دوت بيؤدي إلى تورم في الجلد. الساق بتبقى مورمة، ممكن يبقى فيه يحصل شوية تغيير في الجلد عند على حوالين الأنكل، وفي الحالات المستعصية أو الحالات المتقدمة ممكن تندهي بقرح اللي بنسميها قرح دوالي الساقين. طبعا الموضوع ده مهم لان في ناس كتير قوي بتعاني منه، خصوصا اللي بيكونوا في سن منتج. يعني ايه سن منتج؟ يعني هما 30ات 40 سنه 50 سنه لسه بيشتغلوا، محتاجين هما يقفوا كتير على رجليهم. فده يعني جزء مهم او يعني مرض مهم بنحب نتعرض عليه. اولا ازاي بيتشخص؟ بيتشخص بحاجه اسمها الجوبلكس او الموجات الصوتيه. دي موجات صوتيه متخصصه جدا علشان ترسم او يعني تشوف ايه هي الاورده التعبانه جايه منين، الصمام التعبان جاي منين، اذا كان في جلطه قديمه هي اللي ناتجه عنها كل الدوالي دي، او ان هي دوالي اوليه طالعه منين خارجه منين واصله لغايه فين. كل ده الاسئله دي واكتر منها بيرد عليها الجوبلكس، وبيساعد جدا الجراح عن انه يحط خطه العلاج. حابة برضو أتكلم عنها طريقة العلاج، لأنه العلاج الحديث بعيد شوية عن الجراحة. يعني زمان كانت كل موضوع الدوالي الساقين بيخلص بالجراحة، يعني إيه نعمل إيه؟ بنشيل الوريد من أساسه بعملية اسمها بالإنجليزي ستريبينج، أو إن هو نشيل الدوالي. طبعا العملية دي أي عملية في الدنيا طبعا ليها مضاعفات، وإن العيان بعد العملية بيخش يعني بيبقى تعبان ومش قادر يمشي ورجليه مورمة، يعني بدل ما بنعالجه من الحاجة بنجيب له حاجات أكتر بكتير. إنما الاتجاه الأكتر زي يمكن حضراتكم عارفين إن الجراحة بقت أقل بكتير قوي قوي من زمان، ودلوقتي بنعالج دوالي الساقين بطريقة متحضرة أكتر ومتقدمة أكتر من غير جراحة. يعني إيه؟ يعني ما نفتحش ما نفتحش خالص، بأنواع الأسطرة الجديدة، سواء أسطرة ليزر سواء أسطرة تردد حراري أو حقن الدوالي. فدي كلها طرق حديثة، بنعمل فتحة صغيرة قوي قوي بواسطة النيدل أو يعني إبرة صغيرة جدا، وبواسطة الصورة. الصورة هنا احنا بنعتمد على الجوبلكس اللي هو أصلا عمل لنا التشخيص، وبندخل الأسطرة سواء أسطرة الليزر أو سواء أسطرة التردد الحراري، وعن طريق التردد الحراري أو الليزر بنقفل الوريد، فإحنا بنتخلص من الوريد التعبان ده، وبنتخلص بعد كده من كل مشاكله ومضاعفاته. دي الحاجات المستخدمة حديثا. وكمان زي ما قلت قبل كده الفوم أو الحقن الرغوي برضو عن طريق الجوبلكس بنحقن الدوالي، وبتجيب نتائج كويسة جدا مرضية جدا، والعيان بيخرج على طول في نفس اليوم. يعني ما بيستحمل، ما بيقعدش ولا في مستشفى، دي ممكن تتعمل في عيادات أو في حاجات يعني أوض عمليات صغيرة. فخلاص البوست أوبراتيف أو ما بعد العملية بيبقى حكاية بسيطة قوي، بتاخد ساعتين ثلاثة والعيان بيخرج وبيروح بيبقى في وسط أهله ومبسوط. حتى لو الحقن عايز يتكرر برضو الحكاية بسيطة خالص، ويعني مش مستعصية زي الجراحات القديمة. دول الحاجات الموجودة أكتر في مصر وفي المنطقة العربية. يعني في حاجات بره يمكن في أوروبا أو في أمريكا، حاجة اسمها زي الجلو، زي ما نكون بنقفل الوريد دوت بمادة اللي هو بقى من غير حرارة، يعني ما فيهوش ليزر وما فيهوش ريديو فريكونسي ابليشن أو التردد الحراري. فزي ما حضرتك شايفين إن طريقة أو سبل علاج الدوالي الساقين اتقدمت جدا، ما بقتش فيها الجراحات، بقت حاجات خفيفة كلها معتمدة على الصورة. أرجو إن يكون كان كلام خفيف عليكم يعني.